مباشر من ملعب نهائي كاس الامم الافريقيه. احنا دلوقتي النشيد الوطني لجمهوريه السنغال، احنا هنقعد ساكتين احتراما ليه. ممكن اوريكم الصوره على جمهور السنغال، منظم جدا موجود في الملعب. احنا متمطورين في مدرجين الجماهير المصريه، لكن خلينا اوريكم جماهير السنغال دلوقتي. ودلوقتي مع النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية. فاتح حبي وفؤادي لك حبي مصر يا أم البلاد، أنت غايتي والمراد وعلى كل العباد. كم لي من أيادي بلادي 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 لا نهائي كاس الامم الافريقيه هيبدا حالا. منتخبنا الوطني بيلعب منتخب السنغال، واول نهائي بيجمع بين محمد صلاح اللي خسر نهائي 2017 وساديو ماني اللي خسر نهائي 2019. مين هيكسب النهارده؟ ماني وصلاح. صلاح أيكم كاميرون؟ كاميرون محمد صلاح. ماني وصلاح. صلاح الجماهير الكاميرونية هنا بتشجع منتخب مصر، وموجود معانا مجموعة كبيرة جدا من الكاميرونيين بيشجعوا محمد صلاح مش ساديو ماني. محمد صلاح مش ساديو ماني. بس ان شاء الله ان شاء الله الكاس مصري. انا مش بحب اقعد كده، انا عايز انزل اتحرك في الضربات، بس الدنيا زحمه جدا والموضوع الملعب تقريبا يعني اكتر من الجمهور اللي كان موجود في مباراه مصر والسنغال. في ساعات كده منوره لو انتم شايفينها، مش عارف هتبان ولا لا. جماهير من كل الاعمار وكل يعني الانواع. جمهور مصري كبير جدا، كان في تقريبا حوالي 10 طيارات مصريه اتحركت النهارده الصبح بدايه من الساعه 5:30 الفجر يا جماعه، واخر طياره كانت متحركه حوالي الساعه 11:30 الظهر. احنا دلوقتي خلاص لسه واصلين الملعب والمباراه هتبتدي. يعني مجموعه كبيره من الجماهير ما لحقتش حفل الافتتاح، لكن الحمد لله كلنا موجودين وكلنا لحقنا السلام الوطني. دلوقتي الفريقين خلاص على وشك
المباراة على وشك الانطلاق. الحكم طبعا النهارده الجنوب افريقي فيكتور جوميز بعد معاناة كنا بنعاني في المباراة الأخيرة مع بكاري جسامة حكم مباراة مصر والكاميرون، لكن الحمد لله قدرنا نكسب بركلات الترجيح. والنهارده فيكتور جوميز واحد من أهم حكام القارة. و احداد دلوقتي احنا هنقف دي احداد على روح ريان الله يرحمه. يا رب النصر المصري. ريان دي احداد على روح ريان. وخلاص محمد صلاح بيقرا الفتحه اهو. العد التنازلي 7 6 5 4 3 2 1 في منتخب السنغال هو اللي هيسنتر. وادي النجم النهارده ساديو ماني ولا صلاح؟ صلاح ان شاء الله. النهارده عمالين نسال الكاميرونيين ساديو ماني ولا صلاح، مجموعه كبيره جدا قاعدين معانا، وهي يعني احنا في مجموعه من الناس متضايقه لكن قاعدين معانا في وسطنا. في اكثر من 4000 واحد نويت بقالهم 3 ايام عشان يجوا الماتش ان شاء الله. ربنا يكرمنا النهارده ومش هنروح زعلانين وهنروح ابطال افريقيا. المباراه ابتدت، منتخب مصر ماسك الكوره دلوقتي، منتخب السنغال سنتر، لكن احنا لعبنا كوره والتشجيع من اول دقيقه خاص. النهارده التشكيل، خليني اقول لكم التشكيل سريعا. في حراسه المرمى محمد ابو جبل رجل مباراه الكاميرون الحقيقه بعد ما صد ضربتين قبل بدايه ماتش مصر، صد ضربتين جزاء قدام الكاميرون طبعا. والنهارده التشكيل عندنا كابتن ضياء السيد واقف على الخط بدل كارلوس كيروش اللي مطرود. وخلينا اقول لكم التشكيل، ابو جبل في حراسه المرمى خط الظهر من اليمين. النهارده بيبدا امام عاشور اللي بيلعب مان على ساديو ماني، مهمه كبيره جدا على امام عاشور النهارده، ربنا يكرمه ان شاء الله ويقدر يكون قد المسؤوليه الكبيره دي. امام عاشور جنبه محمد عبد المنعم، جنبه الوينش، وناحيه الشمال طبعا المتالق فتوح في نص الملعب عمرو السليه والنني، ومعاهم المتالق حمدي فتحي، والثلاثي الهجومي نجم النجوم وافضل لاعب في العالم محمد صلاح، وجنبه مصطفى محمد، والناحيه الثانيه عمر مرموش. ان شاء الله النهارده اوه يا ولد يا مان، اول كره مشتركه. لكن ايه يا فيكتور، ايه يا فيكتور، اول كره مشتركه بين امام عاشور وساديو ماني. قدر يقطعها امام عاشور والحكم حسب فاول، واتلعبت بسرعه وامام عاشور قطعها مره ثانيه. اوه امام للمره الثالثه بيقطع الكره من ساديو ماني، بدايه ولا اروع لامام عاشور النهارده اللي بيلعب في ناحيه اليمين بدل زي ما احنا عارفين اكرم توفيق اللي اتصاب، واللي جه بعده عمر كمال واتصاب، والنهارده بيلعب امام عاشور ربنا معاه بيلعب على ساديو ماني. ساديو ماني داخل منطقه الجزاء. اوه يا ولد يا عمنا، يا ولد يا ولد يا ولد، بدايه منتخبنا خط ظهر منتخبنا بيتفوق على من عنده، مدافعينا بيتفوقوا وبيوروا العين الحمراء لساديو ماني من اولها. اول كام كره ساديو ماني قطعها منه امام عاشور، وبعد كده واحده كمان قطعها محمد عبد المنعم. قوات امنه هي دخلت عند الجماهير المصريه لتامين جماهيرنا، الجماهير المصريه. احنا قرب مرمى ابو جبل، احنا على يمين ابو جبل يعني عند الرايه الركنيه اللي ناحيه ساديو ماني وناحيه امام عاشور. وادي قوات الامن بتحاوط المدرب المصري.
الحمد لله على السلامة. وادي ناس اهي لسه جاية من البوابة. اوه عبد المنعم وضربة جزاء. ضربة جزاء للمنتخب السنغال. عمالة تدخل كده يعني. وفي الدقيقة 4 الدقيقة 3 ركلة جزاء لمنتخب السنغال. نفس سيناريو مباراة المغرب. وادي ضربة جزاء يعني مش عارفين لسه هنشوف في فار ولا لا. ضربة جزاء بدري جدا 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 بتقفل لنا النقط. والحكم واقف وقت خالص. ضربة جزاء بدري جدا جدا جدا.